مرحبا وأهلا وسهلا في برج الحمل. اليوم عندنا اللي هي توقعات برج الحمل بالنسبة للدراسة والعمل والعاطفة. في عندك طاقة انتظار شخص أو أمر معين إنه يتم لك فترة طويلة عم تستناه. في أول الشهر بشوفك عم تنتظر يعني على أحر من الجمر، بس فيما بعد حتبين عندك بوادر اللي هي ممكن تبشرك في الحصول على هذا الإشي. ممكن ما تحصل عليه في أول الشهر. خلينا ناخد من هذا عم بشوفك عم تتخذ قرار بعد فترة طويلة وانت لا فمطلوب كان منك ديدلاين مثلا، او يعني انك خلص تاخذ هذا القرار في هاي الفترة. عم بشوفك انك عم تاخده بناء على اشياء او امور تكشفت لك، ما كانت في الفترة الماضية ما كانت عندك اياها موجودة. هاي الأسرار أو التفاصيل بناء على هذا الإشي راح تتخذ القرار، وأنا شايفيته قرار إيجابي. عم بشوف طاقة الأبراج ممكن تكون اللي عم تتعامل معك هذا الشهر، أبراج نارية أبراج ترابية. في طاقة برج الثور أو العذراء أكتر إشي مبينة في الورق. في أسد شايفيتك عم تكسر حواجز معينة كانت حواليك، كنت انت تخلقها او المحيطين حواليك عم يخلقوها حواليك. مخنوق، يعني اول الشهر عم بتكون مخنوق، او الشهر الماضي كان في اشي خانقك، كان في او متخانق مع مثلا حدا. المهم هاي الحواجز عم بتحاول انت بايدك انه تكسرها، وعم بتكون قادر من بعد فترة اللي هي عدم ثقة بالنفس، أو يمكن ما عندك كانت هاي الجرأة. هلأ عم بشوف فرصة حلوة عشان يعني تتحرر من هاي المخاوف اللي كانت عندك ومن المشاكل، ويمكن تتخلص من أشخاص معينين كانوا واقفين يعني قدامك، كانوا دايما عم اما بحطوا لك معنوياتك او انهم كانوا يحاولوا الحصول على شيء انت بتملكه. كانوا ينافسوك على شيء معين اما في العمل او في الحياة العاطفية ممكن يكون، لكن عم تحصل على هذا الاشي في النهاية من بعد صبر او ألم. عم بشوفك يعني عم تحصل عليه بعد تعب، يعني مش اللي هو حظك ضارب كان فيها، لا كنت تتعب في علشان توصل هذا الاشي وعم توصله. عم بشوفك اخر الشهر او من نص الشهر لاخره عم بشوفك بتطل، يعني في عم بتكون متوازن، عم بتكون يمكن في شغلات رح تصير في الحياة العاطفية. أكتر إشي مبين عندي في الحياة العاطفية في شغلة ممكن تكون حلوة كنت تستناها خلال الشهر الماضي أو الفترة الماضية، كنت تستنى إلك كمان عم كتير عم تستنى. الحمل كانت عنده طاقة انتظار فظيعة، كان يستنى شغلات كتير. هلأ عم بشوف بوادر خير، عم بشوف يعني في أشياء عم تصير من اللي أنت كنت حاببها. عم بشوف عند الأزواج مشاكل يمكن تتعلق بطرف ثالث أو اللي هم الأهل، أهل الزوج. عم بتحاول انك تسيطر على الزوج، لكن انا عم بشوف انه الحبيب او الزوج لا عم يكون شوي مع الطرف الاخر ضدك، او عم بي مثلا عم بيجاكرك، عم بيبعد شوي يقرب شوي. فعم بشوفك بتربح على هدول الناس او على هذا الطرف في الاسبوع الثاني مثلا. ممكن عم بشوف طاقة اعتذار في
شخص أو مجموعة من الأشخاص، لا هو شخص واحد أكتر إشي على الأغلب ممكن يكون عم بيجي ورافع الراية مثلا، أو عم بتكون الأمور معاه مش زي ما بده هو، فعم بشوفك أنت على حق يعني. وأكتر إشي مبين في هذا الكرت إنه أنت عم تربح مثلا شغلة، أو عم تربح على شخص، عم تنتصر في شغلة معينة كانت مسببية لك أرق. في هذا الموضوع في هذا مبين. في كمان عم بشوف محكمة، أو أنت عم بتوقع على شيء، على ورق، على عقد معين ممكن له علاقة بالعمل أو حتى بالحياة العاطفية. مش عارفة، أكتر إشي مبين عندي إنه أنت راح توقع على ورق وأنت راضي ومقتنع. في طاقة هوائية كمان نسيت أحكيها في بداية الفيديو. إذا في عنا طاقة هوائية يعني عم تكون كتير بالورق، بأكتر من ورقتين، هاي 3 ورقات 4 ورقات. في كتير كمان طاقة هوائية عم بتكون في الأوراق. عم بشوفك كأنه عم تطلع من الأوهام، أو إنه في شخص كان يوهمك في موضوع معين عم تكشفه، عم بتحطه على على مو مفترق طرق. يعني انت تطلب منه اللي ياخد قرار معين بصرامة، يعني عم تكون انت كتير خلاص بدك الامور تتغير، مليت كتير من الاشياء اللي كانت موجودة بينك وبين هذا الشخص. هذا الشخص ممكن يكون في الشغل، ممكن يكون في الزواج، في العاطفة. مبين عندي انك رح تملك شجاعة على اختراق مثلا مشروع، فكرة كانت عندك إياها وهلأ صار وقت إنه بتحس إنه خلص صار هذا الوقت لحتى تطلع هذا الإشي من جواتك، وكأنه مشروع أو مثلا له علاقة بالإبداع. يعني في عندك هواية مثلا بدك تطلعها على أرض الواقع أو تكسب من وراها دخل معين. عم بشوف في أشخاص عم يكونوا متربصين في أكتر إشي، مبين إنه ممكن يكونوا أقارب أو أشخاص متقاربين، مكاتبهم عند مكتبك مثلا إذا كان في الشغل. وعم تنتهي هاي الأمور على خير، مبين إنه في مصالحة، في لأنه حكيت من قبل في الورق اللي قبل إنه في اعتذار من شخص معين أو مجموعة من الاعتذارات اللي عم بتكون من أشخاص زعلت معاهم، أشخاص قديمين. كمان شو عم نشوف بالورق؟ عم نشوف عم تتسرع في موضوع أو في أخذ قرار، عم تتسرع فيه وتكون مثلا مندفع في هذا القرار. فأنا بنصحك لا تدرس هاي الأمور، لأنه عجلة الحظ ما حتكون معك كتير لدرجة إنه تكون محظوظ في الأمور كلها والأمور كلها تمشي بسهولة. لا، هذا الشهر خاصة أوله أو أول أسبوعين حيكون في عندك اللي هو انتظار، وعم تاخذ قرارات يمكن ما تكون صحيحة نتيجة عن الاندفاع أو الملل اللي عم بيكون عندك. بالنسبة للأشخاص اللي عم يدرسوا عم بشوفهم كتير عم بيثابروا، وزي ما حكيت أنا برج الحمل هاي الفترة ما عم تكون معاه الحظ بشكل كبير، لذلك يعني بنصحكم إنه كتير تديروا بالكم على موضوع الدراسة، لأنه على حسب ما بتدرسوا هذا الشهر على حسب ما حتحصلوا عليه، لأنه ما في يعني ناس بيساعدكم بهذا الموضوع، أو ما في أنتوا لحالكم عم بتحققوا نجاح في هذا الموضوع. بالنسبة للشغل كمان مبين عندي اللي هو
الاستعانة بشخص ممكن يكون أكبر منك في العمل، في واسطة في موضوع معين عم تطلب من هذا الشخص، وهذا الشخص على فكرة يعني بشرته مثلا مش بيضة، عم يكون حنطاوي أو أسمر شوي، هذا الشخص عم تطلب منه طلب وعم يلبي لك إياه، لذلك عم بتحس حالك في الشغل عم بتحقق تقدم، عم بشوف في ما في اللي هو تغيير مكان، لا في تغيير معين في شخصيتك انت عم تشتغل عليه إلك فترة، وهلأ عم بتحس انه صار الوقت. اذا بشكل عام الحمل من بعد انتظار طويل وملل من الاشخاص اللي حواليه او ملل من شخص معين، عم يستنى عم يستنى، ما في شيء عم يلوح بالافق، لذلك عم يتخذ قرارات كثيرة في هذا الشهر، واغلب هاي القرارات عم بتكون في صالحه. عم تتعامل مع المال هاي الفترة يعني بحذر شديد، وكأنك على حافة الإفلاس، بس أنا بضمنك إنه الأمور يعني المادية رح تكون تمام، يعني ما في مشاكل على الوضع المادي خلال هذا الشهر، بس عم بشوفك يعني بتصرف بتشتري أشياء كتير، أو سيارة يمكن عم بتفكر إنك تغير سيارتك أو تشتري سيارة، عم تصمد فلوس وعم تاخد قرض، ممكن هذا يكون هو الورق اللي عم بتوقع عليه، اللي هو شراء سيارة أو شراء ممتلك، يعني واحدة من الممتلكات اللي عم بتفكر فيها إلك فترة. شهر تموز راح يكون اللي هو يوليو، راح يكون يعني قرارات كبيرة عم تاخدها، واللي حواليك كمان عم ياخدوا خطوات ليتقربوا منك، عم بتكون محبوب هاي الشهر. خلينا نشوف بالنسبة للعاطفة، خلينا أنا خلطت الورق في بعضه. أوكي، خلينا نشوف العاطفة، نحاول نفصل فيها أكثر. برج الحمل تعب كتير، وأنا شاهدة على هذا الإشي، يعني حتى القراءات الخاصة عم بتكون شوي فيها تعب، كانت الفترة الماضية حتى الشهر الماضي لما قرأنا توقعات كمان كان في طاقة اللي هي سلبية أو ما كانت إيجابية، يعني 100% كان في كتير سلبيات في الفترة الماضية. ورقتين مع بعض نزلوا، رح نحاول إن شاء الله بالأيام الجاي إن ننزل توقعات اللي هي أسبوعية أو لأسبوعين على الأقل، عم بتكون أكثر تفصيلية لأنه الطاقات بتختلف من وقت للتاني. عم بشوف للمرتبطين أو للمتزوجين في شوية مشاكل، في شوية مشاكل بتلوح بالأفق، وأغلبها أنت بتكون السبب فيها، يعني عم بتكون متوتر شوي هذا الشهر، بتحاول إنه تتحرر من وضع معين، عم تلعب المادة إشي أساسي في علاقتك العاطفية، إن كان الزواج أو أنت إنسان مرتبط، عم يكون الوضع تمام زي ما بنشوف هون، لكن في زي ما قلت لك في قبل طلعت معاي ورقة، وهي الورقة الثانية كمان إنه عم بيكون في أوهام أو عم بيوهمك الطرف الآخر في موضوع معين أو عم يوعدك، وهو جواته في مخططات تانية، فعم بشوف إنك
كاشفة يعني، بس في نوع من السعادة في الموضوع آخر الشهر بالنسبة للمرتبطين المتزوجين بالأخص، عندهم مشاكل من ناحية ممكن أهلك أنت أو أهله هو، ممكن تكون أخت الزوج أو الحبيب أو أخوه مثلا، ممكن يكون يلعب دور كتير خلال هاي الفترة أو الفترة اللي مضت، وأنت بتكون على زعل مع هذا الشخص اللي عم يتدخل في علاقتكم، بس رح تنتهي على خير وبفرح وبسعادة إن شاء الله. في وكأنه عم تجتمع مع أشخاص بتحبهم، عم تكونوا مختلفين، عم تكونوا مختلفين في الثقافة أو في اللغة أو يمكن حتى في الدين، عم تكونوا بعاد من فترة مثلا والتقيتوا وعم تحتفلوا بهذا الموضوع. في خير جاي لك لبرج الحمل، في خير جاي بالطريق، عم بشوفك مثلا بالليل عم تسترجع ذكريات معينة أو عم بتفكر بحبيب يعني قديم، مش قديم شوي له فترة، لا قديم كتير يعني، اللي هو ممكن يكون حبك الأول، ما عم تفكر بالرجوع لإله، ولكن بشوفك كتير بتتذكره أو بتسمع أغاني مثلا علشان تخليك تتذكره هاي الفترة. لكن عم بشوف في ناس مغرضين يعني، في ناس شريرين في الموضوع، شخصين ممكن يكونوا، واحد منهم ممكن يكون اللي هو عيونه سود، شعره أسود لكن أبيضاني، في نوع من الشر، داخل هذا الشخص تجاهك، عم يطلع عليك من بعيد. أنا طبعا عم بحكي إنه ذكر أو أنثى، ما عم بحدد. هذا الشخص أو هدول الشخصين عم بيطلعوا من بعيد، وكأنه في نوع من الغيرة أو التجسس، في مراقبة إلك كبيرة هذا الشهر يا برج الحمل. في ناس عم يستناك على غلطة أو عم يراقبك، يمكن في موضوع العلاقة اللي أنت فيها، ممكن يكون في حساد، في ناس بدهم يبعدوا، من مصلحتهم إنه يبعدوا بينك وبين الحبيب، فدير بالك من هذا الموضوع. عم بشوف خاصة النساء، خاصة النساء من برج الحمل، عم بشوفهم عم تجيهم هدية ورد مثلا، يعني هدية اللي هي القيمة المادية مش كتير لإلها، لكن قيمة معنوية كتير كبيرة، عم تجيهم هدية، أو ممكن يكون خبر، لكن في غيوم، في يعني الوضع مش ستيبل إنه 100%، في تغييرات معينة حواليك عم تصير، لكن عندك الوضع عم بيكون مستقر، اللي هو ما في قرارات كبيرة في موضوع العلاقة. طبعا هذا للمرتبطين مش للمنفصلين أو المطلقين، هذا عم بيكون للمرتبطين. بالنسبة للشخص الأعزب، عم بيكون شوي وحيد هاي الفترة، وكأنه حابب إنه يكون وحيد. عم كمان عم بتعامل مع برج ناري، يمكن إعجاب، يمكن اللي هو عم تستنى من طرفه بخطوة معينة، لكن في ورد يا جماعة، في ورد بالموضوع، فشي كتير حلو يعني بالنسبة للمرتبطين. خلينا نشوف بالنسبة للمنفصلين اللي عم يستنوا الرجوع، إن شاء الله كمان ورقهم يكون حلو. من برج الحمل حبايبي اللي مضغوطين كانوا بالفترة الماضية،
المنفصلين. حلو كتير هاي الورقة، يعني انت لابسة تاج هو لابس تاج، عم تحتفلوا بموضوع معين، يمكن يكون في رجوع. خلينا نشوف بقية الورق، بس هاي الورقة كتير إيجابية في الموضوع. عم الطرف الثاني عم يدرس الموضوع، عم يدرس مواضيع مادية، عم بيكون معجوق في جو مشحون بالمادة، المادة عم بتسيطر عليه، وبيحاول جمع مبلغ معين يمكن للارتباط. خلينا نشوف إذا في علاقة ثلاثية ممكن تكون. والله فيه مبين انه في وجود اشخاص اخرين غيرك مع هذا الطرف. لكن في نوع من الانتصار، نوع من الفرح على شخص معين. عم بتحس حالك طفل صغير وعم تفرح بهدية، يعني هي فرحة الطفل، بتكون فرحة صافية ما فيها شوائب. في شخص بحياتك اللي هو يمكن يكون الشخص اللي انت منفصل عنه. هاي على فكرة الورقة طلعت هاي المرة الثانية، ولكن معناها هون ممكن يكون اللي هو راجع لك، لكن راجع بنية ممكن تكون فيها نوع من الخباثة. عم بشوف انت بتقدم من عندك او قدمت فيما سبق تضحيات معينة، لكن عم يجيك هذا الشخص لكن لابس درع اللي هو كتير متحصن. مبين عندي فيه حب الموضوع، رجع بين عندي الورد يمكن كمان للمنفصلين في هدية ممكن تجيهم، ممكن يكون ورد أو ما شابه، اللي هي هدية رمزية معناها كتير كبير. عم بشوفك على عرش معين وأكنك منتصر على، بس مش على الطرف الثاني، على شخص ثاني، لكن إله بيلعب دور في علاقتك مع الشخص. مبين عندي مش العلاقة الثلاثية، لا، في أشخاص عم يدخلوا بينك وبين الحبيب، عم تبذل جهد علشان تنتصر عليهم أو تبعدهم عن العلاقة. عم بشوف طاقة بعد اللي هو بتحاول تبعد عن هدول الأشخاص السلبيين. هذا ممكن يكون في العلاقة العاطفية وممكن كمان في الحياة الاجتماعية. عم بشوفك بتبعد عن الأشخاص السلبيين وتفكر أكثر بمصلحتك. عم بشوفك متشبث في هذا الشخص وأكنه ما في غيره أبدا، مع انه في شخص تاني مبين بالورق. لكن عم بشوفك كتير عم بتكون بتغار على الطرف التاني رغم البعد، لكن طاقة الغيرة ما زالت موجودة، وهي موجودة طبعا عند الطرف التاني كمان، لانه في غيرة، او هو شاكك انه انت عم تلعب لعبة او عم تلعب من وراه، لكن هذا الاشي مش موجود بالورق، يعني مبين انه في صفاء من جهتك. لكن عم بيكون قلبك محروق على شخص معين، وهذا الشخص يعني 70% هو راجع، لكن زي ما قلنا نحذر من هاي العلاقة، لانه هو راجع منظومة معينة، يعني بشكل غير الشكل اللي انت متوقعه. ممكن يكون يطلب طلب معين منك، عم تيجي مكالمات إلها علاقة بالعاطفة. يعني على الرغم من وجود بعض الأوراق السلبية، لكن الأغلب عم بيكون فرحة أو
خلينا نشوف طاقة الانتصار مرة ثانية، بينت معانا لبرج الحمل، كمان شفتها أكثر من مرة، فشهر حلو، خلينا نحكي بنسبة 70%، وهذا إشي كويس. خلينا نشوف مثلا نصيحة لبرج الحمل، نصيحة لبرج الحمل من الطاقة الكونية أو من الكون، لأنه كل شخص يعني بحاجة لنصيحة معينة. برج الحمل، الكون عم بيقول لك اترك الانعزال، يعني هذا معنى الأوراق، إنه نترك الانعزال لأنه في فرحة بالطريق، نترك العزلة ونحاول إنه نندمج أكثر مع الأشخاص اللي بحبونا واللي بيردوا لنا الخير، ونبعد عن الأشخاص السلبيين لأنه ما عم تستفيد من وراهم إلا الحزن والطاقة السلبية. إذا بحكي لك الورق إنه فكر بنفسك أكثر، فكر بوضعك، ما تشغل حالك بالغير. هاي هي كانت النصيحة بشكل